سوف نقوم الآن بشرح شاشة دليل الحسابات في برنامج المحاسب الأول، يتم الدخول إليها من قائمة العملية دليل الحسابات. تعتبر شاشة دليل الحسابات من الشاشات المهمة، إذ لا يمكن لأي شركة أو منشأة أو محل تجاري أن يبدأ نشاطه التجاري وتنفيذ العمليات الخاصة به دون أن يقوم بإدخال الحسابات المختلفة في شاشة دليل الحسابات. سوف نقوم الآن بضرب مثال بسيط وشارح مقدمة حول تقسيم الحسابات في الواقع. في الواقع المحاسبي نلاحظ أن الحسابات مقسمة إلى 4 أقسام: الأصول ورقمها 1، الخصوم رقمها 2، المصروفات رقمها 3، الإيرادات رقمها 4. في برنامج المحاسب الأول هذا هو التقسيم الموجود أو المطلوب. لابد كذلك أن نفرق بين الحساب الرئيسي والحساب الفرعي عند إدخال الحسابات في برنامج المحاسب الأول في شاشة دليل الحسابات. فالحساب الرئيسي هو ذلك الحساب الذي يمكن التفريع منه، بينما الحساب الفرعي لا يمكن التفريع منه. الحساب الرئيسي لابد أن يكون بنفس العملة المحلية للنظام، فإذا كانت العملة ريال فلابد أن تكون الحسابات الرئيسية بالعملة ريال، بينما الحساب الفرعي قد يكون بأي عملة، بالدولار، بالدرهم الإماراتي، بغيرها من العملات. الحسابات الرئيسية لا تتأثر مباشرة بالعمليات ولا تظهر على شاشة برنامج المحاسب الأول، بينما الحساب الفرعي هو الذي يتأثر مباشرة بالعمليات ويظهر في شاشات برنامج المحاسب الأول. الآن سوف نقوم بضرب مثال بسيط على كيفية تقسيم مثلا الأصول والأصول الثابتة إلى مجموعات الحسابات المختلفة حتى نصل للحساب الفرعي، ثم نقوم بإدخاله في شاشة دليل المحاسبي. نحن نعلم مثلا أن الأصول رقمها 1 وأن الأصول مقسمة إلى أصول ثابتة وأصول متداولة. الأصول الثابتة طبعا حساب رئيسي لأنني أستطيع التفريع منه، رقمه 1-1. الأصول الثابتة أستطيع أن أقسمها مثلا إلى وسائل نقل المواصلات، إلى الأثاث، إلى التجهيزات. مثلا سوف نأخذ مثال وسائل نقل المواصلات، طبعا حساب رئيسي أستطيع أن أفرع منه، رقمه 1-1-1، متفرع من الأصول الثابتة. أستطيع أن أقسم وسائل نقل المواصلات إلى أكثر من 99 مجموعة، يعني مجموعة السيارات، الباصات، الشاحنات وغيرها من المجموعات. مثلا سوف نأخذ مثال بسيط، السيارات. السيارات رقمها 1-1-1-0-1. ماذا يقصد بالصفر واحد؟ يقصد بالصفر واحد أو الصفر اثنين أنني أستطيع أن أقسم وسائل نقل المواصلات إلى العشرات، يعني إلى أكثر من 99 مجموعة. الآن نلاحظ أن حساب السيارات حساب رئيسي، لماذا؟ لأنني أستطيع أن أفرع منه. إذن الأصول حساب رئيسي، الأصول الثابتة حساب رئيسي، وسائل نقل المواصلات حساب رئيسي، سيارات حساب رئيسي لأنني أستطيع أن أفرع منه. ونلاحظ أنه من الرتبة الرابعة، يعني الرتبة الأولى رئيسي، الرتبة الثانية رئيسي، الرتبة الثالثة رئيسي، الرتبة الرابعة رئيسي، بينما الرتبة الأخيرة أو المستوى الأخير من الحسابات هو الحساب الفرعي الذي لا أستطيع أن أفرع منه. فالحساب الرئيسي لدينا هو سيارة مثل هونداي موديل 2012 وهذا هو رقمه، سيارات هايلوكس موديل 2010 وهذا هو رقمه، حساب فرعي لأنه من المستوى الخامس أو الرتبة الخامسة الذي لا أستطيع أن أفرع منه. الآن سوف نقوم بشرح كيفية إدخال هذه الحسابات في الدليل المحاسبي. طبعا كقاعدة عامة فإن الأصول والخصوم والمصروفات والإيرادات، الحسابات والمجموعات، دائما وأبدا الحساب الرئيسي لها صفر. فمثلا سنقوم بإدخال الأصول، الضغط على زر إضافة، رقم الحساب 1، الحساب الرئيسي له 0، اسم الحساب، الأصول، نوع الحساب طبعا الرئيسي لأنني أستطيع أن أفرع منه، عملته بالريال بعملة النظام، ثم نقوم بالضغط على زر الإضافة. الآن مثلا سوف نقوم بإدخال الأصول الثابتة رقمها 1-1، الحساب الرئيسي لها 1 الذي هو الأصول، اسم الحساب العربي، الأصول الثابتة، نوع الحساب طبعا الرئيسي لأنه إيش أستطيع أن أفرع منه، عملته بنفس عملة النظام ريال، ثم نقوم بالضغط على حفظ. الآن نقوم بتقسيم الأصول الثابتة إلى مثلا وسائل نقل المواصلات رقمها 1-1-1، الحساب الرئيسي لها هو حساب الأصول الثابتة 1-1، اسم الحساب العربي، وسائل النقل والمواصلات، الحساب طبعا الرئيسي لأننا أستطيع أن أفرع منه ولأنه من المستوى الثالثة ورتبة الثالثة،
عملة الحساب ريال عملة محلية حفظ. الآن سوف نقوم بتقسيم وسائل نقل المواصلات إلى مثلا السيارات والباصات مثلا. سوف نقوم الآن بإدخال مثلا السيارات رقمها 11101. الحساب الرئيسي لها هو 111 اللي هو وسائل نقل المواصلات. اسم الحساب السيارات. نوع الحساب رئيسي ولا فرعي؟ رئيسي طبعا لأن أستطيع أن أفرع منه ولأنه من الرتبة الرابعة، طبعا يكون بنفس عملة النظام المحلي ريال. الآن سوف نقول مثلا بإدخال مجموعة الباسط مثلا 02، طبعا مقسمة من الحسابات وسائل نقل المواصلات الباسط. طبعا الحساب رئيسي لا نستطيع التفريع منه بعملة المحلي، ثم نحفظ. الآن سوف أقوم بتقسيم السيارات مجموعة السيارات إلى الحسابات الفرعية لأنه من الرتبة الخامسة والتي لا يمكن التفريع منها. مثلا سوف نقوم بإدخال سيارة هونداي 2012 01، هذه مجموعات السيارات، ثم 001 هذه السيارات في حساب فرعي. الحساب الرئيسي لها هي حسابات السيارات 111. اسم السيارة، سيارة مثلا هونداي 2012. طبعا الحساب فرعي لأن لن أستطيع أن أفرع منه. طبعا الحساب الفرعي قد يكون بأي عملة، بالريال بالدولار بأي عملة. مثلا سوف نأخذ دولار ثم نقوم بعملية الحفظ، نضيف مثلا حساب فرعي آخر مثلا سيارة أخرى. الحساب الرئيسي حساب السيارات 111101، مثلا سيارة هايلوكس موديل 2011. الحساب فرعي مثلا بيكون بالريال، نقوم بعمل الحفظ. نلاحظ أن النظام يقوم بإظهار التقرير، بمعنى أن حسابات الأصول والخصوم تظهر في الميزان العمومية، وحسابات الإيراد والمصروفات تظهر في الأرباح والخسائر. أما إجمالي المدين وإجمالي الدائن فسوف يظهر رصيد هذه العملية إذا ما تمت في المستقبل، حيث يظهر الرصيد المتبقي لهذا الحساب هل هو مدين أو دائن. طبعا نستطيع أن نقوم بالبحث أو إضافة حساب جديد، وذلك فقط بالضغط على زر العرض ثم الضغط على F9. نلاحظ سوف تظهر جميع الحسابات التي قمنا بإدخالها والتقسيمات الخاصة بها، فإنها سوف تظهر بالطريقة التالية. نقوم بالضغط على زر العرض ثم الضغط مثلا على F9، نلاحظ أنه بعد إتمام جميع الحسابات تظهر بالطريقة التالية: أصول، نستطيع أن نفرع منها ونبحث ما نشاء. مثلا ما هي خطوات البحث عن الحسابات في دليل الحسابات؟ هناك نوعين من البحث على الحسابات، إما عن طريق الضغط على زر العرض وإدخال جزء من رقم الحساب مثلا رقم العملاء 0 ثم الضغط على F9، نستطيع أن نفرع أن نبحث عن العملاء، نستطيع أن نعرف آخر عميل، أو البحث عن طريق الاسم، نأتي إلى اسم الحساب ونضع رمز النجمة ثم نكتب مثلا الوراق أو جزء من اسم الحساب ثم F9 مثلا، F9 سوف يتم مباشرة محلات الوراق. طيب إذا ما أردنا أن نضيف حساب جديد، الخطوة سهلة جدا، نقوم بالضغط على زر البحث ثم نقوم مثلا بإدخال جزء من اسم حساب العملاء مثلا، الضغط على F9 ثم نستطيع أن نقوم بمعرفة آخر حساب اللي هو 123003، نقوم بالضغط على زر الإضافة ونقوم بإدخال آخر حساب، طبعا حساب فرعي بأي عملة قد يكون مثلا بالدولار، ثم نقوم بعملية الحفظ. فإذا ما أردنا طباعة دليل الحسابات كاملا يتم الذهاب إلى التقارير طباعة الدليل المحاسبي، وسوف يظهر بالصورة التالية.
يخبرك النظام هل تريد أن تطبع فقط الحسابات الفرعية أم الحساب الرئيسي أم الكلي، وتقوم بتحديد المستوى، المستوى الثاني الثالث الرابع. فإذا ما قمنا مثلا بالضغط على الحسابات الفرعية فقط سوف تظهر بالطريقة التالية. نلاحظ ماذا؟ أن الحسابات كلها إيش؟ فرعية، الحسابات فرعية. فإذا ما أردنا مثلا أن نطبع الحسابات الرئيسية فقط نقوم بالتأشير على الحساب الرئيسي ونقوم نلاحظ أن حسابات رئيسية. فإذا ما أردنا مثلا أن نقوم بالطباعة الحساب الفرعي والرئيسي معا نضغط على كلي ثم نقوم بالطباعة سوف تظهر الحسابات الرئيسية معا والفرعية والكلية. نقوم بهذا، قد قمنا بشرح الدليل المحاسبي وكيفية الإضافة وكيفية البحث وكيفية طباعته في شاشة أو من قائمة التقارير. شكرا جزيلا.